مرحبا. اليوم درسنا رح يحكي عن الكونشيرتو الكلاسيكي، ورح ناخذ الكونشيرتو للبيانو كاخل 271 من موتسارت. انا اسمي ريم عودة، معلمة بيانو وخريجة الاكاديمية بالقدس، وبعلم بالقدس بمدارس ومعاهد موسيقية. في هذا الدرس احنا رح نتعرف على خصائص تميز الكونشيرتو الكلاسيكي، ونشوف شو الفرق بينه وبين الكونشيرتو من عصر الباروك. في درس اللي موجود اللي هو بيحكي عن الكونشيرتو من عصر الباروك، بفضل انكم تسمعوه قبل ما تاخذوا الكونشيرتو بالفتره الكلاسيكيه. رح نتعلم كيف بلش موتسارت كتابه الكونشيرتو، كيف هو اخذ بعض مؤلفات من السوناتا لباخ وعمل لها توزيع اوركسترالي، زاد عليها موضوع منهي، وهيك صار عنا من الكونشيرتو الاول اللي كتبه موتسارت، اوائل كتابه موتسارت للكونشيرتو. رح نتعمق بالكونشيرتو للبيانو والأوركسترا رقم 9 من موتسارت، ورح نتعرف على الجوانب الهامة والاستثنائية للتوزيع اللحنة والآلات، كيف تم تطويرها على يد موتسارت من خلال إنه هو وزع آلات بنمط الأوركسترا لسوناتا كانت موجودة. إذن شو هو الكونشيرتو؟ الكونشيرتو هو مؤلف موسيقي لعازف منفرد، تأليف موسيقي لعازف منفرد أو لعازفين منفردين بمرافقة أوركسترا. كان الكونشيرتو ولا يزال هو نوع رئيسي، جانر مؤلف موسيقي رئيسي من الأعمال للآلات الموسيقية من عصر الباروك ليومنا هذا. طبعاً اتطور الكونشيرتو خلال فترة الباروك، صار فيه بعض التغييرات وتكيف مع الأنماط المختلفة بالعصر الكلاسيكي وبالعصر الرومانسي وبالقرن العشرين. يعني احنا بنقدر نقول اذا اخذنا الكونشيرتو وجينا فحصناه او درسناه كمان 20 او 40 سنة، راح يكون المبدأ هو ذاته، لانه على الرغم من كل التغييرات في الفترات المختلفة الا انه مبدأ الكونشيرتو بقي زي ما هو. اذا مبدأ الكونشيرتو هو التناقض بين جسمين غير متساويين، هو في الجسم الكبير اللي هو الأوركسترا، وفي عنا الجسم الصغير اللي هو العازف المنفرد. فالكلمة على ما يبدو من كلمة كونسرتاري اللي هي إلها معنيين، ولكن هدول المعنيين متعارضين بنفس الوقت، هن بيكملوا بعض، مثل سباق تسابق ومثل اتفاق. في تسابق بين ريتورنيل وعازف منفرد، ولكن في اتفاق بيناتهن، فهن وحدة 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 كاملة. تذكير بسيط للكونشيرتو من عصر الباروك. الكونشيرتو من عصر الباروك هو ثلاث أجزاء: سريع، بطيء، سريع. الجزء الأول بشكل عام هو على شكل مبنى الريتورنيلو، رح نحكي عن مبنى الريتورنيلو لاحقا. وشكل مبنى الريتورنيلو عشان أذكركم فيه هو عبارة عن أوركسترا اللي بيميزها اسم توتي، وسولو اللي هو العازف المنفرد. فشكل الريتورنيلو هو توتي سولو توتي سولو توتي سولو، والتوتي اللي بتنهي الجزء الأول. كمان في عنا هون محطات نغمية، محطات انه كيف بمشي من الدرجة الأولى العازف المنفرد بخدنا للخامسة إذا كان ميجر طبعا، و بيكمل على مبنى السوناتا، وهذا رح نحكي عنه لاحقا. الكونشيرتو الكلاسيكي، الاشي اللي كان يميز الكونشيرتو بفترة الكلاسيكية انه الملحنين هن اللي كانوا يأدوا ويعزفوا شو بيكتبوا، زي موتسارت كان يكتب الكونشيرتو وكان هو يروح بالحفلات العامة ويعزف، وكان عندهن تقنيات عزف جدا عالية. وهذا الاشي اللي استمر من تقليد الباروك، فهو استمر الكونشيرتو الكلاسيكي انه حافظ على سريع بطيء سريع من الباروك، وضله بمبنى ثلاث اجزاء، وحافظ كمان على شكل الريتورنيلو اللي كان كمان بفترة الباروك، وضله القلب النابض للكونشيرتو. الكونشيرتو بالعصر الكلاسيكي بالفترة الكلاسيكية تكيف وتغير حسب الفترات الزمنية. كان في عنا اللغة الموسيقية باسلوب الجالانتي الكلاسيكي الواضح النظيف، وهذا الاشي رح نحكي عنه في درس تاني. وازدادت اهمية الزمن وطول الزمن للتأليف الموسيقي، يعني
كونشيرتو بالفترة الكلاسيكية صار أطول من ناحية مدة زمنية منه من الكونشيرتو في أواخر فترة الباروك. موتسارت هو الملحن اللي وضع هاي المعايير للكونشيرتو الكلاسيكي المثالي. المزيج بين مبنى ريتورنيلو ومبنى السوناتا، خلينا نشوف شو المقصود فيه. واحدة من السمات المميزة للكونشيرتو الكلاسيكي هو هيكل الجزء الأول للكونشيرتو، فكان هو أطول من ناحية الزمن كتير بشكل ملحوظ مقارنة بالباروك، ولكن تم الحفاظ على مبدأ الريتورنيلو كشكل. الفكرة اللحنية في الجزء الأول من الكونشيرتو كانت هي فكرة شكل السوناتا، الفكرة اللحنية شكل السوناتا، والمبنى هو مبنى ريتورنيلو، وهذا هو المزيج اللي احنا عم نحكيه، عم نحاول نوصل فكرته. فهون في عندي عرض مزدوج، هو كمان تنظيم افتتاح أوركسترالي كعرض، ولكن هو على مبدأ شكل السوناتا. فخلونا شوي نعمل لحظة من النظام، شو المقصود بالعرض المزدوج؟ إذن كيف بتشتغل هاي ريتورنيلو سوناتا وكيف بعمل هذا الإشي؟ حكينا إنه مبنى ريتورنيلو هو عبارة عن توتي سولو توتي سولو، وحكينا إنه مبنى السوناتا في جزئين اللي هو الجزء العرض، بعدين في عنا إشارة إعادة، وبالجزء الثاني في التطوير في الإعادة، وكمان في عنا إشارة إعادة. نفس الشيء السوناتا ببلش بالموضوع الأول اللي هو بيكون بسلم البيت، بيكون في جسر، جسر اللي بنقلنا للموضوع الثاني. الموضوع الثاني هاد بيكون إذا كان الأولى بيروح للدرجة الخامسة، إذا كان ماجور بيروح للدرجة الخامسة، إذا كان مينور بيروح للثالثة المقابلة، بنقلنا للموضوع الثاني. وبعدين في موضوع منهي، بعد الموضوع المنهي في عنا إشارة إعادة. طبعا مش كل العازفين بيرجعوا بإشارة الإعادة، في منهم ما بيرجع، إنه هو مش قانون واحد. بمبنى السوناتا في عنا القسم الثاني، عنا التطوير، التطوير اللي هو بيصير فيه تصويرات عديدة، موديوليشن، اللي الملحن بيروح بتجول بالدائرة الخماسية، ممكن يروح لمحلات بعيدة، ممكن يروح لمحلات قريبة، هذا الاشي بيرجع لذوق الملحن ولتقنيته أو لشطارته تعالوا نقول. فهو هون بعض اللي عنده في قسم التطوير، بالتطوير بالآخر بده يخدنا في مسار اللي يرجعنا لسلم البيت. فهو بيرجعنا بالموضوع الأول بالإعادة لسلم البيت، طبعا بيكون في الجسر اللي هو بيضلوا بسلم البيت، وبخدنا للموضوع الثاني. وكل هاي القسم والجملة اللي تنهي كله هاد بيكون بسلم البيت. إذا عنا مبنى السوناتا وعنا شكل الريتورنيلو، وشو الدمج اللي صار هناك؟ صار كالتالي، إنه الريتورنيلو ببلش بسلم البيت، بوخدنا بفوت بسلم البيت وبعمل العرض اللي حكينا عنه بالسوناتا. يعني الريتورنيلو بفوت بسلم البيت، موضوع أول جسر، موضوع تاني، موضوع منهي، ولكن كله بسلم البيت. وبدل ما يكون في هناك إشارة إعادة، مين بدخل معنا؟ بدخل السولو. السولو بيعمل كمان مرة عرض، موضوع الأول والجسر، موضوع تاني، موضوع منهي. فإحنا حكينا إنه هذا عرض مزدوج، ففي عرض بالريتورنيلو، في عرض للعازف المنفرد، وبيكمله بطريقة شكل السوناتا، مبنى السوناتا، إنه في عرض، بعدين في تطوير. التطوير هذا بيكون مع العازف المنفرد، بيروح على سلالم وعلى هارمونيات مختلفة، بيوصلنا للدرجة الأولى. فالتوتي بتبلش بالإعادة بسلم الرئيسي، وبفوت السولو وبعملنا النهائي. عادة في الإعادة السولو بيعمل الموضوع الأول، وبيعمل الجسر الموضوع الثاني، والجملة النهائية. شو صار عندنا بالكونشيرتو هنا بالفترة الكلاسيكية؟ التوتي
بتوقف على الدرجة الأولى بالوضعية الثانية، يعني الدرجة الخامسة بتكون بالأساس وبتوقف على فيرماتا. بالفيرماتا هاي بفوت السولو بالكادنس، هاي منقولها كادنس، بفوت السولو وبيعزف حسب قديش هو عنده تقنيات، وعادة بتكونش مكتوبة الكادنس، مرات كانوا يكتبوها لقلة الوقت. موتسارت في عنده مثلا كادنس بتكون مكتوبة أحيانا أحيانا لا، بيكون الملحن هو المسؤول، العازف يكون هو المسؤول إنه يكتب الكادنس تبعته. فبعد الكادنس تبعت السولو طبعا مين اللي بينهي بشكل ريتورنيلو؟ دايما اللي بتنهي هي التوتي الأوركسترا. فهذا المقصود في دمج سوناتا وريتورنيلو. من ناحية المبنى، لما أنا شرحت كل هذا عن السوناتا وعن الريتورنيلو، فإذا أخذنا دولفين مثلا وزرافة فيش فرق بيناتهم بالمرة، يعني فيش تشابه بيناتهم من ناحية شكل خارجي، ولكن التشابه بيناتهم هو داخلي. مثلا الزرافة والدولفين هن من فئة الثدييات، التنين هن بالأصل حيوانات، هاي من جهة داخلية، ولكن مع القرش هن من نفس البيئة، هن بيئة مائية. فإحنا شوي يعني حاولت أقرب لكم شو المقصد إنه ريتورنيلو ولكن شكل السوناتا. الكونشيرتو الكلاسيكي في هون مؤلفات بحب تسمعوها، تستمتعوا في الاستماع لإلها، بتقدروا على الكيو آر تمسحوا اللينك الرابط وتسمعوا الموسيقى اللي حطيت لكم إياها. إذن من السوناتا للكونشيرتو، كان في هناك كيف نكتب كونشيرتو. فكان في هناك كتيبات إرشادية من الفترة المخصصة آنذاك للملحنين في أوائل كتابتهم للكونشيرتو، إنه يأخذوا سوناتا موجودة ويعملوا لها توزيع أوركسترالي. زي ما حكيت قبل، هذا بالضبط اللي عمله موتسارت، إنه أخذ سوناتا وعمل عليها توزيع آلاتي. موتسارت أول 6 مؤلفات للكونشيرتو لموتسارت هي بالأصل سوناتات. في الواقع موتسارت أخذ سوناتات مثل ليوهان كريستيان باخ وحط عليهن أو عمل لهن توزيع آلات، وهيك كان أول كونشيرتو أو كونشيرتات اللي بكتبهن موتسارت. بدنا نحكي كلمة عن موتسارت طبعا، كيف لا. موتسارت هو طفل أعجوبة اللي تجول وعمل حفلات موسيقية في جميع أنحاء أوروبا كطفل كموهبة. استقر موتسارت في فيينا وعمل هناك، اشتغل كعازف منفرد، كمؤدي كمان، كملحن. وموتسارت مشهور بتلحين تلحينه الكبير للأوبرا الإيطالية وللكونشيرتو. هذا كان جانر أو مؤلفات موسيقية اللي انشهر فيها موتسارت. يعني احنا لما بنقول موتسارت بنعتبر موتسارت هو رمز الكمال. وفي تحت عندكم روابط انه تسمعوا موسيقى موتسارت. بناخذ اليوم بدرسنا الكونشيرتو للبيانو والاوركسترا K107 وبنشوف كيف موتسارت عمل سوناتا على سوناتا اوبوس 5 رقم 2 من يوهان كريستيان باخ. منشوف انه السوناتا كوبي بيست، هو كتبها نقلها وعمل لها توزيع اوركسترالي، وعمل توزيع اوركسترالي ودخل عليها بالاخر بالنهاية موضوع منهي. فهو اخذ موضوع اللحن تبع السوناتا، عمل له توزيع آلاته وخلاه على شكل الريتورنيلو، واستعمل الأوركسترا كفاصل بين الأجزاء المختلفة، وطبعاً زي ما حكيت أضاف القفلة الكادنت أضافها لهاي السوناتا، وهيك صار عنا الكونشيرتو الأول لموتسارت. هاي عنا هون لينك على أساس نسمع الكونشيرتو كاخل 107. كاخل هو إنسان اللي عمل صنف أعمال موتسارت حسب الفترات الزمنية وسموه كاخل على اسم اللي صنف هاي الأعمال. فإحنا دايماً بنقول أعمال موتسارت كاخل 107. اسمعوها، وفيها كمان هناك شرح للمبنى وللشكل باللينك الموجود قدامكم. إذن منلخص باختصار، الكونشيرتو الكلاسيكي واصل تقاليد الباروك
ودخل عليه تعديلات صغيرة عشان تتلائم مع الفترة الزمنية، حافظ على ثلاث أقسام: سريع، بطيء، سريع. الجزء الأول كان شكل الريتورنيلو ومدموج فيه السوناتا كمان. السوناتا كانت بمقاطع الآلة المنفردة، هي اللي كانت تعمل التصويرات والمودوليشن. الجماعي توتي هو كان يفتتح هذا الكونشيرتو مع الحفاظ على خصائص مميزة للعرض الثنائي. مع نهاية الفصل زي ما حكينا كان في هناك كادينس قفلة للعازف المنفرد السولو. مهم لإلكو طلابي إنه تستمعوا للكونشيرتو للبيانو من يوهان كريستيان باخ. حاولوا حددوا الأجزاء المختلفة للقطعة حسب مبنى الريتورنيلو، توتي والسولو، الجمل اللحنية المتكررة في الأوركسترا، التصوير والتحويلات المودوليشن. حددوا أجزاء الفصل حسب شكل السوناتا، العرض الأول مثلا، الجسر، العرض الثاني، الفكرة اللحنية اللي بتنهي، التطوير لأي سلالم بيروح مثلا، وشو الهارمونيات الموجودة هناك، الإعادة، موضوع الأول الجسر والموضوع الثاني، والكادينس تبعت العازف المنفرد. لهون درسنا الجزء الأول، بنرجع معاكم بالجزء الثاني. شكرا.
مرحبا، رجعنا للجزء الثاني من الدرس. بهذا القسم رح نحكي عن الكونشيرتو للبيانو رقم 9 بسلم مي بيمول كبير، يعني مي بيمول ميجر، كاخل 271. وحكينا شو بنقصد بكاخل عن التصنيف لمؤلفات موزارت. الجزء الأول من الكونشيرتو. في هذا الدرس راح نتركز على الكونشيرتو ونحدد ونفحص كيف كان أو ما كانش الخصائص الشكلية النموذجية للكونشيرتو الكلاسيكي. هل موزارت حافظ عليه ولا طلع عن هذا الصندوق أو طلع عن النموذج الكلاسيكي؟ الغرض من هذا الجزء من الدرس هو إنه نتعمق أكثر في دراسة الكونشيرتو بالفترة الكلاسيكية. معلومات عن الكونشيرتو. قبل ما نيجي نقول بدنا نفوت نحل الكونشيرتو، دائما أنا بفضل إنه تشوفوا النوتس، تشوفوا الإشي المادي كمادة ناشفة، يعني بتقولوا أي سلم هو، بتقدروا تعرفوا من النوتات أي سلم هو، بأي إيقاع، الفترة الزمنية اللي انكتب فيها، فالآلات الموجودة هناك. ففي هاي الأمور كتير مهم إنه نستوضح عنها قبل ما ندخل ونبلش نحلل الموسيقى نفسها، فمحبذ إنه تطلعوا عليه قبل ما تتعاملوا مع الموسيقى نفسها. الكونشيرتو التاسع للبيانو انكتب في سالزبورغ في سنة 1777، وهذا الكونشيرتو هو نقطة ارتكاز، هو كان نقطة ارتكاز في أعمال موزارت للأعمال الأخيرة، يعني إيش طرق تغييرات وتطوير على أعمال موزارت، الأعمال الآلاتية في نطاق العناصر اللحنية والفترات الزمنية والمدة الزمنية لأعمال موزارت. على ما يبدو هذا اللحن بسالزبورغ انكتب لعزفة بيانو فرنسية اللي زارت وقتها سالزبورغ، فموزارت لحن الكونشيرتو لهالعزفة. الجزء الثاني مش راح نتطرق له، ولكن أنا بحب إنه تسمعوه لأنه الجزء الثاني كتير تراجيدي وكتير حلو، وبيكون بسلم دو الصغير، سلم دو الماينر اللي هو السلم المقابل للا ميجر، وهي أول مرة منشوف فيها جزء ماينر بقلب كونشيرتو موزارت، فبفضل إنه تسمعوا كمان الجزء الثاني. والجزء الثالث طبعاً حيوي وجارف، يعني الجزء الثاني تراجيدي فالجزء الثالث حيوي وجارف. هذا بذكرنا بأنه كل جزء في له طابع، في له إحساس، وبيعبروا عنه بطريقة موحدة. قبل ما نفوت بالتحليل حطيت لكم لينكات QR عشان تستمعوا للجزء الأول من الكونشيرتو للبيانو والأوركسترا كاخل 271 رقم 9 من موزارت بشكل كامل. في عنا هون أدائين عرضين، بحبذ إنه تستمعوا لإلهن وتحاولوا تقارنوا بين الأدائين. نيجي على التوزيع الآلاتي للكونشيرتو. في عنا تنين أبوة، في عنا تنين بوق بدون صمامات. هذا البوق كان بالمي ماينر، إذا بدهن بوق بمي ماينر كان المفروض يكون بدون صمامات. فرقة الآلات الوترية اللي هي تعتبر أو تعاد من الصف كمان أول، صف كمان تاني، مجموعة فيولا، مجموعة تشيلو كونتراباس اللي بضعفه بعض، والبيانو. البيانو بفترة موزارت كان بيانو أقل تقنية من البيانو الموجود اليوم، أوكي؟ فهو كان بيانو أقل تقنية من ناحية الصوت، ولكن كان عنده صوت حاد. دور العازف المنفرد، طبعاً العازف المنفرد على هذا البيانو كان بالأقسام المنفردة، السولو هو سولو، هو عازف منفرد، ولكن مع الأوركسترا هو كان جزء من الأوركسترا، يعني ما كانش يقعد هيك يستنى الأوركسترا تعزف وبعدين هو يبلش، إنما هو كان جزء من هذا الأوركسترا. كان له دور الأوبليغاتو اللي هو إنه هو بيعزف كجزء من الأوركسترا، وكان دوره كمان الباسو كونتينو اللي هو خط الباس، خط اللحن في الباس المرقم، وحكينا عن هذا الموضوع، فكان له الدور تبع الباسو كونتينو. الفصل الأول أو الهيكل العام للكونشيرتو كالتالي. الكونشيرتو ببلش بالشكل الريتورنيلو، طبعا عم نحكي بالتوتي اللي هو بسلم المي بيمول ميجر. الأوركسترا بتعمل العرض الأوركسترالي اللي حكينا عنه إنه هي بتعمل
الموضوع الأول، الجسر الموضوع الثاني، ولكن كل الوقت بتكون بسلم الرئيسي المي بمول ميجر. عازف السولو بيعمل العرض كمان مرة، بيعزف الموضوع الأول بالمي بمول ميجر، بيعمل جسر مليان بيكون هارمونيات مختلفة، بأخذنا فيه للخامسة اللي هي سي بمول، وبتفوت الريتورنيلو، بتفوت الأوركسترا بالسي بمول بالموضوع المنهي. فهون بيكون في عندي العرض المزدوج اللي حكينا عنه، الأوركسترا بتعمل العرض، السولو بيعمل العرض مع الموديوليشن مع التصوير، الأوركسترا بتاخذ الموضوع المنهي. بالتطوير السولو بيروح وبتجول بالهارمونيات وبالدائرة الخماسية، وهذا الإشي ما عنده قانون، ما إله قانون، يعني الملحن بيقدر يكتب هناك حسب ذوقه وحسب تقنيته في التلحين وفي الكتابة. فهذا قسم التطوير، ولكن لازم يفكر الملحن كيف بده يأخذنا لسلم البيت أو للسلم الرئيسي. فبأخذنا ممكن من الدرجة الخامسة للسي بيمول للمي بيمول ميجر عشان يرجعنا لسلم البيت. فهو لما بيرجعنا لسلم البيت الريتورنيلو بتدخل بسلم البيت، وكل الإعادة بتكون طبعا بنفس سلم البيت. هيك تعلمنا انه الإعادة بترجع موضوع اول الجسر، بيكونش جسر مع تصويرات زي الجسر الاول. ممكن الملحن ألف جسر صغير غيره، ممكن أخذ الجسر الأول وغير عليه شوي صغيرة، ممكن عمله بالدرجة الرابعة أو غيرها، ولكن كل الموضوع الأول والثاني بيكون بالإعادة بسلم البيت، السلم الرئيسي. هون عنا المي بمول ميجر، التوتي الأوركسترا تعزف وبتوقف على فرماتا على الدرجة الأولى بوضعية كفارتسكس اللي هو بتكون الدرجة الخامسة، أوكي، بالباس بالأساس. وهون بدخل الكادنس للعازف المنفرد. الكادنس العازف المنفرد بتفرجينا تقنية العازف الكبيرة، الاحتراف بالعزف. وفي كتير ملحنين اللي كتبوا الكادنس بخط إيدهن، وفي ملحنين ما كتبوش، هذا الإشي كان يرجع للعازف المنفرد هو يكتبها لنفسه. هون بهذا الكونشيرتو بالذات موزارت كتب الكادنس، يمكن لأنه هو كاتبها لعازفة بيانو وكان ما فيش وقت كبير إنه هي تكتب الكادنس لنفسها، ولكن في مخطوطة موجودة لموزارت بالنسبة لهاي الكادنس. بعد الكادنس بتدخل أو بتنهي التوتي في سلم البيت بموضوع منهي. إحنا بنلاحظ إنه بالكونشيرتو الكلاسيكي صار في دمج أكتر وأكبر بين السولو وبين التوتي، وكان في هناك حضور للعازف المنفرد في دور التوتي. العرض الأوركسترالي زي ما منشوف إنه العازف المنفرد بدخل مباشرة بعد جملة صغيرة من الأوركسترا، من الافتتاح الأوركسترالي. خلينا نسمع شوي. Thank you.
عرض العازف المنفرد، بدخل العازف بتريل على نغمة عالية، طبعا لينك اللي تسمعوا كل الكونشيرتو. خلينا نسمع الكادنس وكيف بتوقف الأوركسترا على الفيرماتا. إذن بالكادنس بتوقف التوتي على فيرماتا وبفوت العازف بشكل مفاجئ وبيظهر بكادنس لإله. هذا اللينك إنه تسمعوا كل الكونشيرتو، وكمان بيكون في فيديو تحليلي على الرابط الموجود قدامكم. بهذا الدرس حكينا بشكل عام انه الجزء الاول من كونشيرتو موتسارت له مفهوم الكونشيرتو الكلاسيكي، واخذنا انه الفكره هي تعتمد بين ريتورنيلو وبين مبنى سوناتا. في مبنى السوناتا من العرض والتطوير والاعاده، اوكي، الجزئين، ومبنى ريتورنيلو اللي هو الاوركسترا والعازف المنفرد، وبيكونوا التنين مدموجين مع بعض. التمييز بين العازف المنفرد والتوتي اللي هي الأوركسترا عم بتلاشى شوي شوي بالفترة الكلاسيكية، ببطل في وضوح بين هذا فردي عازف منفرد أو أوركسترا. وبهذا الكونشيرتو في كتير كان عناصر هيك غريبة دخلها موتسارت على الكونشيرتو. بحب تستمعوا للقسم الأول كامل كمان مرة من كونشيرتو الثاني لموتسارت. واحد من كونشيرتو البيانو مثلاً لبيتهوفن كمستمعين فعالين، وحاولوا قسموا الكونشيرتو لأقسامه الرئيسية. في افتتاح التوتي ريتورنيلو، في عرض العازف المنفرد، في الإغلاق الأوركسترالي، تطوير العازف المنفرد، وجزء الإعادة، والكادنس القفلة، والختام الأوركسترالي مع التوتي. حاولوا حددوا كمان الجمل اللحنية، جملة اللحنية الأولى، الجسر اللي مليان بالموديوليشن بالتصويرات، باقي الجمل اللحنية الموجودة عنا بالكونشيرتو، ويعطيكم العافية.